متقسم؟ ما قلت. ها؟ ايه؟ ما خلص الموشح؟ ها؟ خلص. طمني. لقيت المدير العام؟ نعم لقيته وخبرته وراح على المطار فورا. وين لقيته؟ عند اختر المسكينة. المسكينة مطلعة. امبارح انا سألته وقال لي تحسنت. منين تحسنت؟ بالعكس اليوم انتكست. اليوم انتكست. الله يعينه على الاخت بتنتكس كتير. شو القصة بصالح؟ دول كانوا على الآن يشوفك. تفضل هاي الورقة بعت لك اياها السيد المدير مشان تطلب هدول اثنين فورا وتخليهم يستنوا بالمكتب لمين ما رح يجي. ايش رح يرجع لهون؟ يعني رح يعمل جهده انه يمر لهون بعد الاستقبال. طيب اعمل لي قهوة. حاضر حاضر. رح يجننوني. شو هالمدير ها؟ مثل الزيبق. استاذ طلال؟ نعم. ما بتعرف المدير العام ليش طالبنا؟ بالحقيقة ما بعرف. طلب مني استدعيكم بس. طيب. مثل ما فهمتك خلي قلبك قوي. يمكن المدير العام طالبنا مشان شغلة الباص اللي صلحها خالد. مثل ما بدك معلم. فلذلك نحن لا شفنا شيء ولا بنعرف شيء. بالفلا جمال ساري قلت رايح فين. يا طلال. نعم استاذ. لطيف ومروان اجوا لعندك؟ اجوا استاذ وعم ينتظروكم. طيب دخل لي اياهم وجهز لي البريد. حاضر استاذ. احترامي استاذ. مرحبا استاذ. مين منكم بحب يبلش؟ ما تجاوبوا؟ ولا ما حدا منكم حابب يحكي؟ عن شو بدنا نحكي استاذ؟ عن التخريب اللي عم يصير بالمرآب. ما عندنا تخريب بالمرآب سيدي. وكل شيء عندنا بالمرآب ماشي تمام تمام. والاستاذ خالد الله يوفقه ماسك المرآب مسكه مزبوطه وكل واحد عم يعطيه حقه. حتى سأل مروان سيدي. مزبوط. يعني خالد مو عضو بشبكه تخريب خطيره ولا له علاقه مع دول اجنبيه معاديه ولا له مخرب. ابدا استاذ ابدا. الاستاذ خالد عم يصلح مو عم يخرب. بس انا سمعت انك حكيت غير هيك. سمعت انك قايل انه هو مخرب وانه انا اللي عم ساعده. انا استاذ ان شاء الله ينقطع لساني اذا كنت حاكي هالحكي. بس في شاهد عليك مثل ما كنت حضرتك محضر شاهد زور يشهد على خالد. الشاهد كذاب سيدي. ما بدك تعرف مين هو بالاول؟ مين ما كان يكون سيدي. انا ما قلت هالحكي. بس الاستاذ ممدوح نقل لي هالكلام على لسانك وقال لي انه مروان بيشهد على الشيء. معناته استاذ ممدوح كذاب. مو صحيح هالكلام سيدي. انا لا شفت الاستاذ ممدوح ولا حكيت معه بهيك موضوع. وانت حردون شو بك ساكت ما تحكي؟ انا شو بدي احكي استاذ؟ الشيء اللي كنتك تشهد فيه اذا خالد ما قدر يصلح الباص. انا ما دخلني. لطيف استاذ هو اللي لعب بعقلي ودخل هالفكره براسي. عم تفتر علي ولا؟ طيب انا فرجيك. انت اسكت. استاذ هذا كذاب لا تصدقه. انا ما حكيت معه بهيك موضوع منوب وانا لا شفته ولا اتفقت معه على اي شيء. هالشي بتقوله قدام لجنه التحقيق استاذ. الله معك. لقيتك. معناتها ما كنت بالمديرية.